بروح رياضية. مشاهدي قناة أوريزون تي في، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الإخباري زوم سبور. حلقة اليوم سنخصصها لآخر مستجدات البطولة الاحترافية، خاصة في ظل قرار الجامعة القاضي بعزل الأندية الوطنية حتى نهاية الموسم داخل المراكز الرياضية أو الفنادق بسبب تفشي حالات فيروس كورونا داخل الأندية المغربية. للحديث عن هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف الصحفي والمعلق الرياضي سي محمد زمان. سي محمد، مرحبا بك. مرحبا بك وبمشاهديك الكرام. شكرا سي محمد على تواصلك الدائم. سي محمد، كيف ما تابعتي معايا أنا وجميع المشاهدين الكرام، القرار الأخير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والقاضي بعزل الأندية الوطنية حتى آخر نهاية الموسم، وذلك جراء تفشي يعني مجموعة الإصابات في صفوف الأندية الوطنية من اتحاد طنجة، الوداد الرياضي، رجاء بني ملال وفرق أخرى. يعني كيفاش كتشوف هذا القرار ديال الجامعة، واش ما كتقاسمش معايا الرأي أن شوية الجامعة يعني تأخرت في هذا القرار ديال العزل؟ وهو في الحقيقة هو هذا القرار أعتقد بأنه متأخر شيئا ما، بحيث أنه كل المؤشرات كانت تقول بأنه الحالة الوبائية في المغرب غير مستقرة، وبالتالي هناك نوع من الخطورة في ما يمكن أن يتعرف له اللاعبون، وحتى بالنسبة للحكام وكذلك بالنسبة لجميع الفعاليات الرياضية، من خطورة من خلال اختلاط، من خلال التعامل اليومي مع المواطنين. ربما كان هذا هو الحل اللي كان ممكن يشوف له منذ مدة معينة، وربما هذا في نوع من حتى التشابه أو نوع من التعامل والشكل اللي تعاملت به بعض الدول الأوروبية ما يعرف الحجر الصحي للاعبين. على أي تبقى خطوة مهمة ويمكن لها تحد من هذه الظاهرة، ولكن تبقى دائما المسألة هي مرتبطة بالوعي ديال الوعي ديال جميع الفعاليات الرياضية، لأنه الحجر الصحي لا يعني عدم خروج اللاعبين، لا يعني عدم الامتثال للقرارات، وبالتالي يبقى الكل مرتبط بمدى الوعي ديال اللاعبين، ويبقى بأنه قرار مبني على وضعية وبائية اللي هي متطورة، وكان ممكن تكون قراءة أولية، وكان ممكن تكون هناك نظرة استباقية لهذا الموضوع قبل حدوث هذه الإصابات في مجموعة من الأندية الوطنية من خلال لاعبيها وبعض الأطر سواء التقنية أو الإدارية. فعلا فعلا سي زمان، فالأندية هي مطالبة يعني بالانخراط في هذا المشروع اللي قدمته الجامعة، لأن هي المتضرر الأول. يعني إذا كان إصابات أو مباريات مؤجلة، يعني المتضرر الأول هي الأندية الوطنية. سي زمان، كيفاش كتشوف يعني القرار الثاني اللي اتخذته الجامعة، وذلك يعني بتوقيف البطولة في الجولة 26 وحتى استئناف المباريات المؤجلة، ومن بعد ذلك الإكمال حتى الدورة 30؟ تكافؤ الفرص هذا مبدا اساسي، لا يمكن ان نتحدث عن البطوله بدونه، ولكن على العموم لا اعتقد بانه المباريات المؤجله غادي يكون عندها تاثير كبير، فالواقع يعني المفهوم الرياضي بصفه عامه يتطلب ان يقوم الانسان او اي فريق بالمجهود المطلوب منه وتحقيق نتائج ايجابيه ومحاوله تفادي النتائج السلبيه، وبالتالي يبقى الاخر غير معني به. هذا هو الشيء اللي علمتنا كرة القدم والمنطق ديالها، وكذلك الرياضة ككل، لأن لا يمكن ولا يعقل أن نتحدث عن تكافؤ الفرص في ظل وضعية وبائية جد خطيرة بالنسبة للمغرب، وكذلك لا يمكن أن نتحدث عن تكافؤ الفرص في على اعتبار أنه غتلعب مقابلة مقدمة أو مؤخرة، ولا غادي تعرف النتيجة إلى غير ذلك. المهم هو أنه أي فريق يلعب كرة القدم، أي فريق عنده بنية متميزة، أي فريق عنده استعداد جيد، فيلعب هو من أجل النتائج اللي غادي يحققها هو، ولا ينظر للآخرين. الفوز بالبطولة أو تفادي النزول، وأنت غير معني بنتائج الآخرين، أنت معني بنتائج أنت. فمثلا على مستوى المقدمة التي كبيرة بالنسبة للرجاء أو مدرسة بركان أو مولود وجدة أو الوداد البيضاوي، فالفريق اللي بغى يفوز باللقب ما غاديش يتسنى أنه راه الفريق الآخر تعادل ولا انهزم، أنه توا غادي يترخى إلى غير ذلك. خصو يلعب باش يفوز، يلعب باش يحقق نتائج إيجابية. هذا المسألة أنا بالنسبة لي هذا الموضوع هذا هو موضوع ثانوي، موضوع غير يعني غير مهم. اللهم إلا مثلا في المقابلة الأخيرة اللي كتكون مقابلة واحدة هي اللي حاسمة، ممكن تحدث على هذه القضية، ولكن ظل البطولة فلا أظن ذلك. المهم من هذا الشيء كامل هو أنه الفريق اللي بغى يفوز ولا الفريق اللي بغى يتفادى النزول خصو يكون معني بنتائجه هو،
نتائج هو اللي حققها واللي هو يمكن يمشي في طريق او في مسار صحيح. اما ان ينظر الى الاخر هل هزم ام تعادل وعلى ضوء ديك النتيجه غادي يلعب هو، فلا اعتقد بان هذا منطق وهذا اسلوب اللي يمكن يكون حديث في كره القدم. نعم سي زمان، سؤال اخير هو ما تقييمك لاستئناف منافسه الدوري وتوقعات ديالك بخصوص الصراع على اللقب؟ انا كتبت عليك باش نكون واضح معك، فالبطوله الاحترافيه هي في واحد الوضعيه اللي هي وبائيه، ما كان حتى شي حد ما كيعرف التطورات، حتى حد ما كيعرف يعني الغد اشنو غادي يكون فيه، وبالتالي الكره هي مرتبطه بوضع اجتماعي معين، فما يمكنش نتكلموا على الاصابات في مجال الكره وما نتكلموش عليها في الوضع ديال البلاد ككل، ولذلك فكيبقى انه نتمنى الشفاء اولا لجميع المصابين، ونتمنى انه يكون احترام البروتوكول الصحي من طرف الانديه من طرف جميع الفاعلين، وبالتالي نتمنى انه يكون حتى ذاك الوعي الكبير بالنسبه للاعبين بالنسبه للاطر الى غير ذلك، وكيبقى الوضع. وانا شخصيا لا اشتهي هذه الارقام اللي كاينه في الساحه وعلى الصعيد الوطني، فصعيب تلقى عليها تفسير معين، هذا الشيء بالنسبه واللي يمكن يدخل في اراء المختصين الى غير ذلك، فحتى اذا كانت الاحتياطات الى غير ذلك ممكن تكون اصابات، نتمنى انه تجاوزوا هذه المرحله هذه، واللاعبين هما جزء من المجتمع المغربي وهما جزء من اللي كنعيشوا الان والارقام الكبيره اللي كنشاهدوا الان، نتمنى انه بلادنا تخطى هاد الازمه هذه وتخطى هذه الوضعيه هذه ونرجعوا للمسار ديالنا صحيح ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا سي زمان على التواصل ديالك الدائم. مرحبا. شكرا. وللتذكير مشاهدي قناة أوريزون تي في، ستكونون مساء اليوم مع تلة من مباريات سواء في البطولة الاحترافية أو منافسة دوري أبطال أوروبا. ففي البطولة الاحترافية سيواجه فريق الفتح الرباطي فريق الرجاء الرياضي ابتداء من الساعة 8 مساء، إضافة لمباراة حسنية أكادير وأولمبيكا سافي في الساعة 8 مساء أيضا، ومباراة نهضة بركان أمام يوسفية برشيد في الساعة 8 مساء، والتي تظل محل شك وذلك بعد الاشتباه في إصابة بعض لاعبي فريق نهضة بركان في انتظار التأكيد الرسمي. وأخيرا مباراة سريع واتزم والمغرب التطواني في 10 مساء. وفي منافسات دوري أبطال أوروبا يلتقي فريق ليون الفرنسي مع نظيره بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي الثاني من دوري أبطال أوروبا، حيث المتأهل من هذه المباراة سيواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي تأهل يوم أمس إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بعد تغلبه على فريق لايبسيتش الألماني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. إلى هنا نأتي إلى ختام عدد اليوم من برنامجكم زوم سبور. للمزيد من الأخبار الرياضية زوروا موقعنا rida.lesiteinfo.com. في أمان الله. MDGS معا بروح رياضية.